تعددت صور حبيب الشرتوني على جدران جامعة اليسوعية يوم الحصار الذي فرضه حزب الله حول إفلان. أعادت صور الشرتوني الذاكرة مجددا إلى الحلم الذي اغتيل بالنسبة للبنانيين كثر. حبيب الشرتوني فعلا ما خلالنا ما عطينا سبب حتى نعذبه أو نضربه أو نظلمه أو أي شيء من هالنوع، لأنه وصل فورا وبابتسامة وبرواء أعصاب بعدني لليوم مش شايفه. هو في نظر الحزب السوري القومي الاجتماعي بطل من أبطال المقاومة ضد العدو، أما في نظر القضاء فهو قاتل لرئيس جمهورية لبنان. من سجن رومي حيث أمضى الشرتوني 8 سنوات من دون محاكمة، وقبل ساعة قليلة على تهريبه من قبل القوات السورية إثر سقوط حكومة عون، عبر الشرتوني عن ندمه لقتل الرئيس بشير الجميل، لكن الندم تبدل خارج السجن، حيث وبعد مرور 16 عاما على تهريبه قال في مقابلة صحفية: قتلته ولست نادما. حبيب الشرتوني لو حكم في لبنان لكان برأوا القضاء ولكان خرج بطل من السجن. على موقع الفيسبوك الخاص بأصدقاء حبيب الشرتوني نشرت الصورة التي رسمت على جدار إفلان، وكتب بالقرب منها: اسمك وحدك يا حبيب كاف لدب الذعر في قلوبهم. عندما هرب الشرتوني ذكرت المعلومات حينها أنه توجه إلى سوريا حيث أقام هناك لسنوات طويلة. اليوم تتردد معلومات أنه انتقل إلى لبنان وأنه يقيم حاليا في إحدى البلدات الجنوبية، حيث باشر بالقيام بمهام محددة يتواصل من خلالها بحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي. عائلة بشير نفت علمها بالخبر لكنها لم تستبعد حصوله.